والفؤاد بنوره وحي تكامل في علا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات بناء ذلك البرنامج الذي يهدف إلى تزويد حضراتكم وحضراتكن ببعض البصائر البنائية التي تعين على بناء النفس صلاحا وبناء الغير إصلاحا. وهذه البصائر البنائية نطمع في كرم الله عز وجل أن يكون فيها حلا لكثير من الإشكالات الواقعية. هذا الحل لهذه الإشكالات الواقعية بالطريقة التي اعتدنا الحديث عنها دائما، وهي التحليل في سبيل الحصول على الحلول. لذلك احنا بنحاول نعمل دراسة تدبرية لمسألة البناء أو لمفهوم البناء أو لمصطلح البناء بمنهاج العلم والعمل. وكنا بنتكلم في عنوان كبير وهو معنى البناء وماهيته. والحقيقة يعني ده موضوع نعم طال فيه الحديث، لكن كان في غاية الأهمية لأنه كان بمثابة وضع القضبان على الطريق الصحيح، أو في الاتجاه وضع القطار على القضبان الصحيح أو في الاتجاه الصحيح. لأن إحنا لو أصلاً ما حددناش إيه هو البناء اللي إحنا نريده، إيه معنى البناء اللي إحنا عايزينه، فساعتها كل واحد هيبقى عنده تصوره وعنده فكره فيما يخص هذه المسألة. لكن لو الحمد لله رب العالمين قدرنا نتفق إلى حد كبير على يعني أبرز وأوضح المعالم في البناء اللي احنا عايزينه أو البناء المنشود، إلى حد كبير ده هييسر السير ويسدد السير ويخلي السير بتاعنا يحقق مقاصده. علشان كده احنا كنا مشغولين يعني انشغال كبير يعني ابتداء بمسألة ان احنا نشوف معنى البناء يعني عند ربنا. لأن أنا لما ببني نفسي النهاردة أو ببني غيري، الحقيقة أن أنا يعني مش ببني نفسي لنفسي بس، أو مش ببني غيري لغيري بس، المفروض أن أنا ببني نفسي لربنا سبحانه وتعالى. يعني المفروض المسلم يعني كذلك تكون حركته كلها، أو على أقل التقديرات أنا ببني نفسي على مراد الله، ببني نفسي على منهاج الربانية، منهاج الربانية في المقصد والنية، ومنهاج الربانية في المنهجية والآلية. فده يعني هيستلزم مننا ان احنا كنا نعرف يعني مراد ربنا بالبناء، ما الذي يحبه الله ويرضاه فيما يخص البناء. ومن خلال يعني هذا الكلام هنحاول بقى نجاوب على التحدي الثاني او السؤال الثاني المهم، اللي هو طيب انا عرفت هو يعني الى حد كبير هو البناء او هو البناء المقصود. طيب المفروض بقى ايه يعني عوامل البناء، ايه الحاجات اللي ينبغي ان انا اراعيها، كيف يقوم هذا البناء؟ لأنه هو ده الحقيقة المقصود، مش مقصود مجرد الكلام النظري بس، بل إن احنا لاحظنا فعلا ملاحظة عجيبة، وهي إن يعني هذا الكتاب الكريم كتاب عملي، القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب بيخاطب العقل العلمي لو صح التعبير، العلم العملي أقصد. هذا الكتاب نجد فيه إن هو بيركز أكتر على الإشارات العملية والتوجيهات التطبيقية، ما بتخوضش في الأطروحات الفلسفية ولا الأشياء النظرية الأكاديمية البحتة. لا، هو بيركز على كل هذه الأبعاد العملية تحديدا. وشفنا الكلام ده يعني حتى أصلا مجرد أن يكون حديث القرآن عن بناء الإنسان هو بالأسلوب غير المباشر اللي في ضرب المثال، أو في الكلام مثلا عن بناء الأكوان أو غيرها، خصوصا بناء السماء، يعني ده في حد ذاته أصلا أدعى أن الأمر يكون يعني عملي ويكون تطبيقي ويكون له علاقة بالواقع. المهم يعني الحقيقة ما نقدرش نقول أن احنا يعني أنهينا تتبع القرآن فيما يتعلق مسألة بناء الإنسان بالآيات اللي جت في القرآن الكريم بالمنطوق. لا، الحقيقة من الضروري أو أن احنا نشوف السنة،
يعني ضروري قوي نشوف البناء في السنة، لأن السنة وحي كما القرآن. النبي قال عليني أوتيت القرآن ومثله معه. برضو قال ربي سبحانه وبحمده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن، فالسنة وحي كما القرآن، والسنة بيان للقرآن، هي بيان يعني علمي عملي، بيان قولي فعلي، فهي بيان للقرآن الكريم. علشان كده في الحقيقة احنا من الضروري قوي ان احنا نحاول كده سريعا نتتبع البناء في القرآن. يعني انا يعني لما تتبعت بعض المعاجم المفهرسة اللي فيها هذه المادة، مادة بنا، الحقيقة لقيت يعني نصوص كتيرة وحديث كتيرة، مش هنقدر الحقيقة نختارها كلها، لكن الحمد لله هنختار أبرز يعني ما فيها وأبرز عنوانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زوايا أو من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم أو فيتم بنيانك، فكنت أنا اللبنة. الحديث متفق عليه، يعني جاء عند البخاري ومسلم وغيرهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيضرب مثال بالبنيان علشان يقرب لنا معاني مهمة تخص الإنسان. بيضرب مثال بالبنيان عشان يوصل لنا معاني مهمة تخص الإنسان. فبيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء. يعني ده يعني شبيه هنا مش بس بحالة فردية، بقى بالحالة الجماعية. فيتحدث عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء إن هم عاملين بالضبط كأنهم لبنات، لبنات طيبة مباركة في بناء، في بناء في بيوت. هذه اللبنات في البيوت يعني بيتكون منها هذا الصرح أو هذا البناء العظيم من منهاج الأنبياء الذي أنار الله عز وجل به للبشرية طريقها وأسعدها وأخرجها به من الظلمات إلى النور. فهنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيستعمل البنيان برضه في بيان معاني تخص بناء الإنسان. يعني نعم، هنا بناء الإنسان مش إنسان نفسه، يعني في أكتر من إنسان مع بعض، لكن برضه في إحنا في نفس الخط وفي نفس الصدد. وهنا تأكيد على مسألة اللبنات، على إن مسألة لبنة جنب لبنة، لبنة جنب لبنة، تأكيد على مسألة إن هو البناء بيتميز بانه بمساله الانتقال من الجزء للكل، التدرج الحاصل ذاته، هذا التدرج الحاصل من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه. فكره ان فعلا ان البناء يعني يفتقر الى التمام والكمال، وده برضو ده بعد مهم من حبيبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا ليه، ان الانسان يعني في البناء يبقى يفهم انها لبنه على اثر لبنه، لبنه على اثر لبنة. مفيش حاجه اسمها لو هدوس على الزر الحاجه هتبقى خلاص قامت، زي ما بقول التمهل والتمرحل. وكمان الانسان برضو يفهم ان هو اذا شرع في بناء فلا بد ان يتم يعني بنيانه، لكي يحصل في هذا البنيان يعني المعنى اللي بناكد عليه او اكدت عليه لما كنا على الايه بتاعت سوره قاف، المعنى اللطيف بتاع معنى فلما انظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. زيناها يعني معنى الكمال مع الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه، كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون أو لا يعيبون سواه، يعني ما فيش شايفين في عيب الله. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. طبعا برضو هنا يعني في نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية استعمل هنا برضو قصر أحسن بناؤه، قصر يعني أحسن بناؤه فترك منه موضع لبنة فطاف به النظار ويتعجبون من حسن بنائه. فهو هنا زي ما قلنا برضو فكرة إن البناء ذاته في هذا الارتفاع وفي هذا التمام وهذا الكمال، قصر وفيه الكمال مع الجمال، يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع أو موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواه. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان ختم بي الرسل.
فالكلام في نفس الصدد. طبعا يعني مر بينا واحنا بنشرح حديث برضو يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. بأبي أمي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص على استعمال يعني أفضل الوسائل والطرائق والاستراتيجيات التعليمية في تقريب المعلومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتكلم عن علاقة المؤمن بالمؤمن، علاقة المسلم بالمسلم، بيؤكد على المعنى اللي يمكن فصلنا فيه لما تكلمنا عن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، معنى البناء الاجتماعي، البناء الاجتماعي الإنساني. هذه القضية في الحياة لأنها يمكن قضية يعني كثير من الأفاضل والفضلات ما بينتبهوش ليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصي يعني بيقول: ينبغي أن يكون ذاك الحال هو الحال، ينبغي أن يكون ذاك هو الحال، إيه؟ أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. يعني هكذا ينبغي أن يكون الحال، أن يشد بعضه بعضا، أن كل واحد يكون عونا لأخيه، أن كل واحد يشد من عضد أخيه. يعني زي ما سيدنا يعني موسى سأل الله عز وجل قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أشدد به أزري وأشركه في أمري، ولذلك قال ربي سبحانه بحمد الله: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. فهذه مسألة مهمة، هذه مسألة في غاية الأهمية في البناء الاجتماعي الإنساني. وأنا قلت ينبغي الانتباه لها، أن سبحان الملك الإنسان لما يبنى مع غيره ويبنى في وسط فيه غيره هذا يكون أدعى لأن يكون بناؤه أكمل ما يكون. طبعا مش هيخفى على يعني شريف يعني علمكم وعلمكم أن هذه مسألة في الواقع بتاعنا مسألة مهملة، مسألة مهملة. واحد حزين على إهمال هذه المسألة، مش هقول حتى في يعني ما بين الناس المتناحرين، لا، ما بين حتى الناس المتوافقين المتآلفين. يعني وكأن البناء يستلزم ان الانسان يخرج عن حالة الفردية والأنانية، يخرج عن حالة الأنانية، يخرج عن حالة الذاتوية لو صح التعبير، ان ما يبقاش شغله الا نفسه. وهذه الحالة من الأنانية او الحالة من الفردية، الحالة بعدم الشعور بالمسؤولية، عدم الانشغال بالغير، ودي حاجة محزنة جدا. ممكن نشوفها في بيوتات ونشوف مؤسسات كل واحد لا يهمه إلا نفسه، يعني قد أهمتهم أنفسهم. يعني واحد مش شغله لنفسه بس، مش مشغول بحد تاني، مش ما عندوش الإحساس بالمسؤولية. فبنوصل لمرحلة إن حتى ده ما عندوش الإحساس، مش هقول بقى بالناس اللي مش اللي شاركوه نسب الأبدان، ولا عنده حتى إحساس بالناس اللي شاركوه نسب الإيمان. فخلاص طالما هو سالم وآمن خلاص، يبقى في لون من سيطرة الأنانية والذاتوية والفردية بشكل يؤثر على هذه الحالة الجماعية التي ينبغي أن تكون عليها الأمة. علشان كده بنقول سبحان الله في يعني الحديث ده دعوة صريحة منه صلى الله عليه وسلم بمراعاة قواعد وأصول وبناء الجدران في بناء أوطان الإيمان، وتأكيد على مراعاة سنن الله في بناء الجدران حين نشرع في بناء أوطان الإيمان. يعني ده مهم لما يجي يقول عايزين نبني أوطان الإيمان. ودائما أنا بقول أوطان الإيمان مش بس على مستوى المجتمعات، لا، في أوطان إيمان على مستوى المؤسسات، في أوطان إيمان على مستوى البيوتات. يعني حتى البيوتات دي أوطان إيمان، لأن دي أنوية. يعني هذه البيوتات أنوية، يعني إذا كان الإنسان هو النواة بتاعة بناء البيوتات أو الأسر، فهذه الأسر أو البيوتات هي أول نواة، يعني أو أول نواة اجتماعية لبناء المؤسسات وبناء المجتمعات. فيعني هذه النواة المفروض ان احنا نراعي سنن الله عز وجل حين نشرع في بنائها، نراعي السنن اللي في بناء الجدران لما نشرع في بناء اوطان الايمان، لان ده مهم. لان سبحان الملك الانسان المسلم بالنسبه له الاسره وطن، بالنسبه له المؤسسه وطن، المؤسسه المسجد. يعني المسجد هو يعتبر اهم المؤسسه او الاماكن، البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اللي بتقوم بالوظائف المسجدية. والمجتمع المسلم بالنسبة له هو وطن، مجتمع مسلم بالنسبة له هو وطن، دي أوطان الإيمان.
فبناء هذه الأوطان، أوطان الإيمان، لابد أن يراعى فيه القواعد والسنن اللي ربي سبحانه بحمده أرسى داعمها فيما يخص بناء الجدران، ولا سيما هذه المسألة كالبنيان يشد بعضه بعضا. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وإن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء نتابع سويا بعض النصوص النبوية اللي فيها كلام عن مسألة البناء أو مسألة البنيان في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سقى الفؤاد بنوره وحي تكامل في علاه.